مشروع كبير، مشروع كبير طبعا، بس احنا بنعمله بامكانياتنا احنا وقدراتنا احنا. يعني احنا بنحسب عشان نبقى عارفين احنا عملنا ايه. يعني بتحسب متر المكعب اللي انت هتكركه ده ثمنه كام لو انت جبت كركه من بره، فبتقول انت بتوفر الرقم ده، انت بتعمله بقدراتك وامكانياتك والكركات بتاعتك، انت جايب معداتك ومجرها الرقم ده عادي طبعا هيضرب فرق وبالعمله الصعبه. عشان كده بقول حتى انت بتقول لي الرقم سعرها كام اهو بتعدي، يعني خلاص احنا مجرد ان احنا خلاص مش عايز كده جاب الثمن. طب مش تعويضات ايفر جيفن اللي هناخدها ان شاء الله تساعد في الموضوع ده ان شاء الله باذن الله. ولو الموضوع خلص بره المحكمه يدفعوا بقى على طول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هيخلص بره المحكمه ان شاء الله. ان شاء الله هما كان واحنا بنشتغل النهارده تنضم الكراكه دي بقى للعمل الفعلي هناك. كمان ثلاث اسابيع بالظبط، ثلاث اسابيع يعني ثلاث اسابيع كنت شغال، يعني فضل الله هنا 10 ايام كمان. أيوه. وفي الجنوب هتبقى 10 ايام 12 يوم 10 ايام زي يوم كمان، يعني 3 اسابيع ان شاء الله تبقى شغاله باذن الله. انا ما استعجلش برضه موضوع التجارب. يعني بنسيب عشان في حاجات بتتصلح وانت شغال، في حاجات بتظبطها، فبس عشان نستلم متاكدين يعني كل حاجه بتبقى عايز ما عندناش مشكله يعني.